بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 18 من الكتاب 22، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، يعني بما يخرج منها من مطعوم، يعني يبقى إيه كراء الأرض، أي إجارة الأرض بالطعام، أي بما يخرج منها مما يطعم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 27 بعد 4000، قال: وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي. طب شوف دقة الإمام مسلم، هو سمعها من شيخه قال حدثنا إسماعيل عن أيوب، فهو أراد أنه ينبه على إيه، على أن إسماعيل ده هو ابن علي، يوم يقول لك إيه إسماعيل وهو ابن علي، يعني وهو ابن علي ده تعريف إضافي من الإمام مسلم، لكن هو إيه ما رضاش يقول إسماعيل ابن علي من غير ما يقول وهو، حتى لا تظن أن الشيخ قال إسماعيل ابن علي. شوف الدقة، ما أنا مش هتفرق، لكن هي دقة البلاغ أن الشيخ قال إسماعيل ولم ينسبه، فيقوم يروي إسماعيل، وأراد أن يبين لك إسماعيل نسبه إيه، يقول لك ابن وهو ابن علي، من لو شال وهو قال إسماعيل ابن علي أوهم أن الشيخ قالها كذلك والشيخ لم يقلها كذلك. فهمت بقى دقة الأمة يعني في نقل هذا التراث، دي يعني لم تحدث في أمة من الأمة، دي يعني كيفية نقل الحديث النبوي وهذا الدين نقل بطريقة دقيقة، لا يوجد أمة من الأمم فعلت ذلك في أي علم من العلوم كمان، حتى بلاش الديانات. فهذا من فضل الله علينا أن جعلنا منسوبين لهذه الأمة المحفوظة الحافظة، محفوظة بربها وحافظة لدينها. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. قلنا أن هذا كان تدريج في التشريع، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أهل المدينة كانوا أهل زراعة، كانوا يزرعون أرضهم بعقود كثيرة يؤدي بعضها إلى النزاع، فبعضهم كان يعطي أرضه للعامل فيزرع على أن يأخذ جزءا مما يخرج من قطعة معلومة فيه أو مما ينبت على مسيل المياه أو مما لا يخرج منها أصلا، فيتفق معه على طعام معلوم يكون عنده في المخزن. فكانت مثل هذه المعاملات تؤدي إلى النزاع، وكل يوم كانت تأتي قضية عند النبي، النزاع، ناس تتنازع بعضها البعض، القطعة التي حددها له ليأخذ منها لم تنبت أو أنبتت أكثر من باقي الحقل، فيؤدي إلى النزاع. فالنبي مرحلة في يعني في التدريج نهاهم إن هم يكروا أرضهم خالص بأي صورة من الصور، حتى لا تتنازعوا، اللي عنده أرض يزرعها واللي ما عندوش أرض ما يزرعش،
عشان تبعده الأذى. لما مر عليهم فترة وجدوا أن أهل الأراضي أن هم كده مش عارفين يستعملوا أراضيهم، لأن ليس كل مالك أرض يستطيع أن يزرعها، فأباح لهم أن هم يكروها بالذهب والفضة، يأجروها بالذهب والفضة الورق، يعني بإيه الورق اللي هو إيه الدينار والدرهم، يبقى يأجر له بالدينار والدرهم ويتفقوا على هذا. قطعة الأرض دي تخدم فيها على أن تعطيني وثمارها لك للي هيزرعها، وانا اخذ منك قيمه هذا الايجار ذهب وفضه، دنانير او دراهم. كويس، اجاز لهم ذلك. ثم بعد ذلك اجاز لهم ان ياخذ مما ينبت منها، بس من مشاعها لا من قطعه معينه فيه، من مشاع ما يخرج منها. فهم؟ يقول اخذ النصف مثلا من كل ما يخرج، أو الربع من كل ما يخرج، خلافا للعقد الأول الذي نهى عنه، وأنه كان يأخذ من جزء معين من الأرض، فقد لا يخرج منه شيء فيظلم، أو يخرج منه الكثير وباقي الأرض لا تنبت فالمالك يظلم. فهمت المسألة؟ عشان كده لتجمع هذه الأحاديث فتجد مراحل تدريج التشريع. نهى أولا عن الكراء مطلقا بأي صورة من الصور، ثم بعد ذلك أباح لهم بعض الصور التي لا يوجد فيها نزاع. واضح. وعن ابي قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب قال كتب الي يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع، ثم ذكر بمثل حديث ابن علي. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعض عمومته. وعن أبي قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مسهر قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه قال أتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، فقلت وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير. الربيع اللي هو النهر الصغير، الجدول سموه ربيع أو جدول أو نهر صغير. يعني بإيه؟ يعني أجر الأرض على إن ما ينبت على حفتي هذا الربيع النهر الصغير أو الجدول اللي هي الماذيات للعامل، وباقي ما ينبت في الارض للمالك. فهم؟ فنهى النبي عن مثل هذه الثور. نؤاجرها يا رسول الله على الربيع او الاوسق من التمر او الشعير، او يتفق معه على عدد معين من الاوسق قد لا تنبتها الارض اصلا. فهم؟ فيتظلم. قال فلا تفعلوا. ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى النزاع ويؤدي إلى ظلم أحد الطرفين. قد تنبت كثيرا فيستفيد العامل ويظلم المالك، وقد تنبت قليلا فيضر العامل ويستفيد المالك، وبالتالي النبي لا يريد أن يضر أحد الطرفين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فلا تفعلوا، ازرعوها، يعني يا ملاك ازرعوها أنتم، أو أزرعوها يعني أو اتركوها لغيركم يزرعها على سبيل المنحة، لا على سبيل الإجارة، على سبيل المنحة اتركوها له يستفيد بها كصدقة، أو أزرعوها أو أمسكوها، يعني لا تزرعوها ولا تسيبوا غيركم يزرعها. مو لما تمسكها خالص وما تعملش فيها حاجة أحسن ما تديها لغيرك وتظلمه، يا اما تديها له وما تاخدش منه حاجه اذا كنت ربنا غنيك انت من ابواب اخرى تبقى على سبيل المنحه والصدقه، او انك انت تمسكها ولا تتعامل مع احد
عقد يؤدي الى ظلم الغير او انك انت بتزرعها بنفسك. كويس. وعنه به قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة عن ابن عمار عن ابي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن عمه ظهير. باب كراء الارض بالذهب والورق. هذه المرحلة الثانية بعد كده اجاز لهم ان هم يؤجروا الارض بالذهب والورق. اللي هي الوقت احنا بنأجرها مثلا بالاوراق المالية. يقول لك يجي الفلاح اللي بيزرع يأجر من المالك يقول له انا هاخد منك فدان الارض ده الايراد مثلا ب 200 جنيه. الايراد ده ب 300 جنيه في السنة. ويضرب 300 في 24 يشوف بعد كده الفدان يتأجر ويديله وهو بعد كده يزرعها بقى ما يزرعها مالناش دعوة. العامل ياخدها بقى يزرع فيها زرعتين ثلاثة يزرع خضار يزرع يعني أي نوع من الأنواع مالناش دعوة. فاهم؟ اللي هو المعمول به الآن. يعني إحنا دلوقتي لا نتعامل بالذهب والفضة، إحنا بنتعامل الآن بالأوراق المالية. مش كده برضو؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، والكراء اللي هو الإيجار يعني. قال فقلت أبي الذهب والورق؟ فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. يبقى نهى عن إيجار الأرض بجزء من طعام يخرج من إيه من مكان معين فيه. أدي النهي. فهمت بذلك؟ وعن أبي قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق اللي هي بالدينار والدرهم فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات. الماديانات اللي هي ما ينبت على مجرى المياه على مسيل المياه ده اسمه الماديانات. وأقبال الجداول. وأقبال الجداول جمع قبل وهي الأوائل والرؤوس، أو جمع قبل وهي الكلأ والمواضع اللي ينبت فيها الكلأ. الجداول اللي هي الربيع اللي هي الأنهار الصغيرة، يعني يتفق برضه على ما ينبت عند رؤوس هذه الأنهار الصغيرة أو عند حواف هذه الأنهار الصغيرة يكون للعامل، وما كان على سائر الأرض فللمالك. نهى النبي عن مثل هذه الصور. وأشياء من الزرع، أو يتفق معاه على إنه هيديله جزء من الزرع اللي هيطلع من البقعة دي وبقية الأرض دي للمالك، فيهلك هذا ويسلم هذا. يهلك مثلا ما كان للعامل ويسلم ما كان للمالك فيظلم العامل، او العكس يهلك ما كان للمالك ويسلم ما كان للعامل فيظلم المالك. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء الا هذا. يعني دي كانت طرق ايجار الارض قبل أن يتدخل النبي في رفع النزاع، فلذلك زجر عنه لما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل أو المظالم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يبقى شيء معلوم مضمون يعني يأخذ نصف ما يخرج من مشاعي ما في الأرض، أو أنه يأخذ إيه قدر معين من المال ويتركه يزرعها كيف شاء. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. شفت يعني حدد له بقعة معينة يقول له اللي يطلع من هنا ده ليك واللي يطلع من هنا ده للمالك. أدي حدد بقعة دي تؤدي للنزاع، لأنه قد يخدم العامل البقعة التي يأخذ ثمرها ويهمل البقعة التي يأخذ ثمرها المالك فيؤدي للنزاع، أو قد يأتي آفة فتؤثر على إيه على البقعة التي لأحدهما فيظلم أحدهما. كل ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، ف
فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا، اللي هو إيه؟ الدراهم يعني. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. باب في المزارعة والمؤاجرة. الفرق بين المزارعة والمخابرة أن المزارعة البذر على على المالك، والمخابرة البذر على العامل. بس ادي كل الحكاية، الفرق بينهم فرق بسيط. يبقى ايه؟ اتفقت مع عامل عقد مزارعة، يبقى البذر على المالك، يعني تكاليف البذور على المالك. طب اتفقت معه عقد مخابرة، يبقى البذر على العامل، هو اللي يجيب البذور. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد ابن زياد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله ابن معقل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وفي رواية ابن أبي شيبة نهى عنها، وقال سألت ابن معقل ولم يسمي عبد الله. يبقى المزارعة المنهي عنها برضو أن تكون البذر على المالك، على أن يأخذ العامل جزء معلوم من قطعة أرض معلوم، تؤدي برضو نفس النزع. فهم؟ ولكن في صورة تانية من المزارعة جائز، أن يبقى البذر على المالك والعمل للعامل، ويبقى عقد إيجارة كأن بجيب العمل بأجره يعمل عندي، فدي صورة ما فيهاش إشكال، وأديله أجره إما دنانير أو ذهب، أو إن أنا أديله جزء من مشاعي ما يخرج من الأرض. فهمت؟ يبقى في صور للمزارعة منهي عنها، وفي صور للمزارعة جائزة. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله، والزعم هنا وقلنا القول المحقق عندهم في استعمالهم، فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. وفهمنا سورة المزارعة المنهي عنها. باب الأرض تمنح. منحة بقى يعني ايه منحة؟ يعني تعطي له الأرض يزرعها ويأخذ ما يخرج منها من باب الايه؟ الصدقة، وما تاخدش منه حاجة، لا إيجار ولا حاجة. أنت ربنا غنيك وعندك أراضي كتير، تقوم تاخد تخصص منها قد 5 6 فدادين 10 فدادين 20 فدادين أنت ونصيبك، تديها للناس يزرعوها ويأكلوا منها، وما تاخدش منهم حاجة، دي منحة. قليل من الناس اللي يعملوا كده في هذا الزمن، لكن ده صدقة كبيرة عظيمة عند الله. باب الأرض تمنح. وعن أبي قال يعني تمنح لمن يزرعها ولا يؤخذ منه أجر ولا يدفع شيء. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديجة فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. وده طبعا لا شك ان المنحة ثوابها اعلى من الكراء، لان فيها صدقة وفيها مواساة وفيها خير كثير، والله يحب المواساة ويحب العمل بلا انتظار مقابل في الدنيا. الله يحب من العبد هذا اذا كان اغناه من طرق اخرى، لان الله كريم وهذا من باب الكرم، فكل من تخلق باخلاق الله كان قريبا من الله. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاووس عن طاووس أنه كان يخابر إلى المخابرة، يعني يأتي بالعامل ويجعل البذر للعامل فيعطيه أرض،
قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. يبقى في مخابرة منهى عنها، اللي قلنا اللي إيه ينبني عليها أكل الحقوق أو تحديد بقعة معينة أو شيء، وفي مخابرة تانية جائزة إذا كان من مشاعي ما يخرج. والأفضل من هذا وذاك أنك أنت تمنحه الأرض يزرعها ويأخذ ما يخرج منها ولا تأخذ منه شيء. يبقى في رخصة وفي عزيمة. الرخصة أنك أنت تؤجرها بمشاعي ما يخرج منها، بنسبة من مشاعي ما يخرج منها معلومة، دي رخصة. طب والعزيمة؟ أنك تديها له ما تاخدش منه حاجة خالص. ده من باب إيه؟ أهل العزائم، أهل الإيثار يعني. في تحديد النسخة النسبة، لابد تحددها طبعا والا بعقد فاسد. لو قال من 115 في غرر لازم يحدد، يعني دلوقتي هياخذ نصف ما يخرج او ربع ما يخرج او خمس ما يخرج او سدس ما يخرج، لازم يحدد القدر النسبة، والا يبقى عقد غرر. لو هيقول له تعال ازرع وهدي لك ان شاء الله بجزء من اللي هيخرج منها، جزء هي جزء ده، فهمت؟ ما ينفعش، يؤدي للنزاع، لانه ممكن تدي له انت فيستقله، فاهم؟ يقول لك لا قليل. لكن لو قلت له تعالى ازرع ارضي وبيننا ما يخرج منها، يبقى عقد صحيح ويبقى بالمناصفه، فهمت ازاي؟ نرجع للعرف بقى. اما تقول لواحد بيننا الحاجه الفلانيه، معناها كل واحد ياخد نص، فهمت؟ بالمناصفه. وعن أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان حاء قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن جريج حاء قال: وحدثني علي بن حجر قال: حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة، كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثين. وعن أبي قال: وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال: عبد أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. لا شك طبعا أنه يمنحه ولا مقابل أفضل من أنه يناصفه أو يأخذ منه جزءا، لا شك، لأن دي عزيمة ودي رخصة. وقال ابن عباس: هو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة. وعن أبي قال: وحدثنا عبد الله. المحاقلة كلمة جامعة تشمل المخابرة والمزارعة، فهمت بقى؟ المحاقلة كلمة تجمع المزارعة والمخابرة. المحاقلة أن الأرض تزرع بواسطة عامل، دي المحاقلة. إن كان البذر من العامل تسمى مخابرة، وإن كان البذر من المالك تسمى مزارعة. طب الصورة دي عموما سواء كان البذر من المالك او العامل نسميها محاقلة، واضح؟ فالمحاقلة لفظ يجمع صورتين، صورة المخابرة وصورة المزارعة. اما المساقاة فدي تكون في خدمة ارض فيها شجر، يسموا العقد ده عقد مساقاة عشان بيسقي الشجر، ودي هناخدها ان شاء الله ابتداء من الغد، كتاب المساقاة. وعن أبي قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اللي هو صاحب سنن الدارمي المشهورة قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير، يعني خير من أن يكرهها حتى بالصورة الإيه؟ الجائزة، واضح؟ زي ما ابراهيم ابن ادهم قابل في احد صوفيه خراسان، تقابلوا الظاهر في موسم حج. ابراهيم ابن ادهم كان قاعد ايه في بلخ في الفتره دي،
وده جاي من خراسان. خراسان دلوقتي بقت موجودة فين؟ في شمال إيران وجنوب أفغانستان، دخلت في بلدين، دي كانت خراسان زمان. فده هناك صوفية هناك، يعني فقراء يسموا، كان الصوفية يسموا الفقراء، يعني الفقراء إلى الله، المفتقرين إلى الله. وإبراهيم ابن آدم قاعد في بلخ، بلخ دي موجودة هناك في العراق، فتقابله فبيقول له كيف حال الفقراء عندكم في خراسان؟ قال بخير، إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا. قال هذا حال الكلاب عندنا ببلخ. أما أهل بلخ إذا أعطوا آثروا وإذا منعوا شكروا. شوف المعنى بقى العالي. يبقى كل واحد ليه ما معنى. فكرني بالحكاية دي إيه؟ أن يمنحها أخاه، يؤثره بأرضه، ما ياخدش منه حاجة. ده يبقى دول أهل بلخ. طب ياخد منه أجرة؟ ده يبقى أهل خراسان، واخد بالك؟ وده صح وده صح، الاتنين حلوين، بس في حلو وفي أحلى، فهمت إزاي؟ وفي حسن وفي أحسن، وفي فضل وفي أفضل، فهمت بقى المسألة؟ كلها درجات يعني في التعامل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الفضل والأفضل. ونقف على كتاب المساقاة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامتداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله.